في مصنع الزيوت النباتية بأبين عادت الآلات العتيقة للدوران والحياة بعد عقود من التوقف. هذا المصنع الذي يعود إنشاؤه إلى فترة الرئيس الراحل سالمين، وهو متخصص في إنتاج الزيوت النباتية المستخرجة من بذور القطن ودوار الشمس. حالياً بدأ المصنع في إنتاج كميات محدودة من الزيوت النباتية على أمل التوسع في الإنتاج كلما توفرت المواد الأولية ودارت الآلات بشكل أفضل. مصنع الزيت قوة الإنتاجية في اليوم 2800 لتر من الزيوت و21 طن من العلاف الحيوانية. حاليا قمنا بتشغيل المصنع بكميات بسيطة، يعني التي أتينا بها من محلق القطن، وأخذنا كمية بسيطة من المناطق مثل سيئون، ولكن الكمية التي أخذناها لا تغطي بشكل كبير بقوة الإنتاجية للمصنع. تكرير الزيوت النباتية من البذور تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى المستهلك، وفي هذه المراحل تلعب الخبرة الكافية لدى العاملين دوراً مهماً، لا سيما القدرة على التعامل مع آلات قديمة للتكرير والإنتاج. الآن نؤهل المصنع إلى المرحلة الجاية. نحن اشتغلنا بالمرحلة الأولى كمرحلة بدائية وطريقة إنتاجية بسيطة. عندنا أمل كثير من المحافظ ومشان توريد البذور والمواد الخام من الخارج، استيراد مواد بذور من الجيبوتي، من كينيا ومن الحبشة، ومن شان نؤهله بشكل أفضل وإنتاجه بيكون إن شاء الله مستمر طول العام. شغلنا كمرحلة أولى بداية تجربة، لأن المصنع موقف من عام من 2011 من حرب القاعدة، واشتغلنا على جهودنا وعلى الله، ثم نشتري قطع غيار. المصنع يشتري قطع غيار كثير، ونتمنى من السلطة المحلية بقيادة المحافظ أن يدعم المصنع بقطع غيار. المواطنون في الدائرة القريبة لمصنع تكرير الزيوت في أبين متفائلون، ويرون في إعادة تشغيله خطوة في الاتجاه الصحيح ومناسبة للحصول على زيت بمواصفات ممتازة وبسعر مناسب. مصنع الزيت هو أفضل بصراحة، إذا جينا نحن أفضل من هذا الزيت الذي يبيعونه في الدكاكين، ونتمنى أنهم يعني يتطوروا أفضل. تشغيل مصنع الزيوت النباتية في أبين بقدر ما أعاد الآلات للدوران بقدر ما له من فائدة كذلك في إعادة زراعة القطن عالي الجودة الذي اشتهرت به محافظة أبين ذات يوم.